صباح الفل يا جمانة، بتشربي شاي ولا بتشربي ايه النهاردة؟ اه طبعا شاي. شاي صح؟ لازم. الشاي ده يعني هو المشروب الرسمي اللي ما ينفعش نستغنى عنه أبدا. المصريين في البيوت، في المحلات، في الشغل، على القهوة، في الكافيهات، في المطاعم، الشاي هو رقم واحد في المنيو بجدارة، مفيش منافس ليه على الإطلاق. الشاي هو خيط من الخيوط اللي بيربط العيلة والصحاب على ترابيزة واحدة. الشاي في الفرح موجود، وفي المناسبات أيضاً غير السعيدة موجود، في لقاء الأحبة حاضر، وموجود في كل مناسباتنا الاجتماعية. هي كمان يا مصطفى، احنا المصريين يعني في انواع شاي كتير، في شاي عادي، في صحيح. شاي كشري صحيح. في شاي زرده، في شاي حبر، في شاي في الخمسين اللي في الكوبايه. احنا كمان عندنا وفي عاده شاي، وده حتى بره في شاي كرك، في شاي مش عارف بالزبط. ايه. احنا كمان عندنا عاده ان احنا لازم نشرب الشاي اللي هو الشاي في الخمسين، صحيح. الشاي اللي في الكوبايه الصغيره، وما بنعرفش نشربه في فناجين زي بره، صحيح. لازم نشربه في كوبايه ازاز كده، وليه ماسكه معينه عندنا. فاحنا لينا قصه كده مع الشاي، طقوس يعني، مش مشروب بنشربه كده وخلاص يعني. حتى كمان الشاي الحقيقه يعني مشروب ليه احترامه، في مش بس في مصر، ده يعني ليه يوم خاص بيه. واحنا بنتابع كده اجنده الايام العالميه بالزبط. لقينا في تضارب في الاحتفال باليوم العالمي للشاي. لكن على اي حال احنا قررنا ان احنا نحتفل بالشاي، لانه بالنسبه لنا احنا مصدر سعادة عند كتير من المصريين. مفيش حد ممكن ينزل من البيت إلا لما يشرب كوباية الشاي، إلا بقى لو كمان حد هيشربها شاي باللبن، ده طقس تاني برضو طبعا خالص طبعا. يعني الشاي باللبن ده شيء مهم جدا شاي برضو. شاي بنعنع، أبو نعناع. طب لا، الشاي في شاي بالنعناع، شاي بالقرنفل بقى، شاي طبعا. باللبن، يعني احنا ما بنسيبش حاجة في حالها كده. ده حقيقي جدا. في ناس فعلا ممكن تضحي بالفطار، لكن ما ينفعش يضحوا بكوباية الشاي بتاعت الصبح دي أبدا. ده ليه بقى؟ لأن هم شايفين إن كوباية الشاي دي خلينا نقول هي البنزين. أيوة. اللي بتحركهم عشان يعرفوا يشتغلوا. لكن للأسف نعرف إن ناس كتير جدا هتزعل. أيوة. أعتقد ده غير صحيح وملوش أي علاقة لا بالعلم ولا بالمنطق بالظبط. ما حقيقي جدا. عارفين ليه؟ لأن في احتفال احنا بنتكلم على هذا اليوم العالمي، يعني اللي هو الاحتفال باليوم العالمي للشاي، في دول بعينها اقتصادها قائم على انتاجه. يعني لو اتكلمنا مثلا على بنجلاديش، على سريلانكا، على فيتنام، على اندونيسيا او الهند، كل دول اقتصادها قائم على زراعه الشاي وتصديره للخارج. الاحتفال باليوم العالمي للشاي بدا عام 2004 خلال المنتدى الاجتماعي العالمي. تم الاحتفال ده في نيودلهي عام 2005، انتظمت ايضا احتفالات بهذا المشروب في سريلانكا في عام 2006 وفي عام 2008. لا، الشاي مشروب مهم، ده حقيقي جدا. لكن زي ما احنا دايما كده بنقول اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده، بينقلب الى ضده. يعني احنا بنحتفل بالشاي، والشاي مشروب مهم جدا جدا عندنا لو هنتكلم في مصر تحديدا او في العالم كله زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم. ولكن وجب التنويه ان الافراط في شرب الشاي ليه اضرار، وأضرار خطيرة جداً. في دراسات علمية قالت إن الإفراط فيه ممكن يؤثر على عملية امتصاص الحديد، وتحديداً كمان الدراسات بتتكلم على إنه شرب الشاي، العادة اللي احنا بنعملها على طول، شرب الشاي بعد الأكل، هتلاقي كمان أحياناً بيسبب شعور بالقلق والتوتر بشكل زايد وملفت كمان للانتباه. كمان كتره بيسبب زيادة الإحساس بالصداع. عشان كده الدكاترة دايماً بينصحوا إنه كوبايتين أو ثلاثة بالكتير هما يعني ده العدد كوبايات اللي ممكن تخصصهم لنفسك في اليوم عشان ما تتعبش ويحصل لك مضاعفات بسبب. وده غير كمان يا مصطفى انه بيسبب لناس كتير قلق في النوم، ما بيعرفوش يناموا كويس. يعني هو الشاي مفيد، بس متهيألي كوبايتين ثلاثه حلوه قوي في اليوم. ده يعني الدراسات العلميه قالت كده، ما اعرفش الناس بتلتزم بده ولا لا. دي قصه ثانيه. ان الناس يعني عندها اعتقاد ان الشاي بيساعد في عمليه الهضم، بس زي ما ليه اضرار خلينا نتكلم على فوائده. يعني برضو انا مش حابب ان انا يعني اضلم الصوره واحنا بنحتفل بالمشروب الجميل ده. فوائد الشاي متعدده جدا. الشاي بيحتوي على مستويات عاليه جدا من مضادات الاكسده، خصوصا ان في دراسه ايضا قالت ان شرب الشاي بيساعد على منع العمى الناتج عن اعتام عدسات العين. الشاي ايضا بيساعد على تحسين الذاكره، وبيساعد على زياده الانتباه، وبيساعد على انخفاض خطر الإصابة بالخرف عند كبار السن اللي هو مرض الزهايمر.
المهم ان اليوم مش بيبدا عند كتير مننا غير بكوبايه الشاي على الصبح. ده طقس يومي وعاده يوميه موجوده جدا عند كل المصريين، تلاقيهم في كل المناسبات اللي قلناها. والنهارده في احتفالنا باليوم العالمي للشاي بنصبح حضراتكم وبنقول لكم اشربوا كوبايه الشاي. صباح الخير عليكم يا جماعه. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، وصباح الخير يا مصر.